أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي قسم علم علوم، إحنا بنكمل كلامنا دلوقتي في الجيولوجي. نتكلم بقى هنا على التركيب الكيميائي لبعض المعادن. عندي بعض المعادن اللي بتكون الصخور بتاعتي اللي هي الكوارتز والكالسايت. الكوارتز طبعا تركيبه الكيميائي ثاني أكسيد السيليكون، كالسايت كربونات الكالسيوم، الماس اللي هو الكربون، الجبس كبريتات كالسيوم مائية، الإنهيدرايت كبريتات كالسيوم لا مائية، السفالرايت كبريتيد الزنك، الملاكايت كربونات النحاس المائية، الفلوسبار عبارة عن سيليكات ألومنيوم صوديوم وكالسيوم. هنبدأ نتعرف بقى على الخواص الفيزيائية للمعادن عشان نقدر نميزها. لو أنا في حقل جيولوجي، لو أنا في مكان وبستخرج منه بعض المعادن، بتعرف عليها فيزيائيا وبعد كده أروح أتأكد بيها فين؟ في المعمل، ودي اسمها الخواص الفيزيائية للمعادن. الخواص الفيزيائية للمعادن بنقول عليها أولا الخواص الظاهرة والتي تسهل ملاحظتها في العينة اليدوية ليتوصل إلى تعريف المعدن مبدئيا، ثم يؤكد ذلك التعرف بالطرق المعملية. دي بقى بتتطلب أجهزة وتحاليل معقدة هنتناقش فيها ونتعرف على أهم الخواص الفيزيائية المميزة للمعادن عشان نستخدمها. خواص الفيزيائية للمعادن في خواص بصرية، في خواص تماسكية، وخواص أخرى دول هنتكلم عليهم بالتفصيل. أوكي، نبدأ بالخواص البصرية اللي هي الضوئية. هي خواص المعدن التي تعتمد على تفاعله مع الضوء الساقط عليه والمنعكس منه. طيب، أول خاصية اسمها خاصية البريق. خاصية البريق دي هو مقدار الضوء المنعكس من سطح المعدن، ويمكنه تقسيمه إلى بريق فلزي وبريق لا فلزي. بريق الفلزي زي المعادن الفلزات اللي بتعكس الضوء بدرجة كبيرة، أمثلتها البيرايت، الجالينا، الذهب. في البريق اللافلزي ده في كذا نوع، معظمها معادن فاتحة اللون زي الأنواع الآتية: في بريق زجاجي زي الكوارتز والكالسايت، بريق لؤلؤي زي الفلوسبار، بريق ماسي مثل الماس، ترابي مطفي اللي هي الكاولينايت، ودي بتكون أرضي. دي أول خاصية بنقدر نميز من بعض المعادن الفلزية واللافلزية من البريق بتاعها الفلزي واللافلزي. طيب، عندنا كمان اللون. اللون ده طول الموجات الضوئية التي تنعكس من المعدن وتعطي الإحساس باللون، ويمكن تقسيمها من حيث لونها. طيب، يعني إيه اللون برضو؟ أي جسم بنشوف لونه بينزل عليه الضوء اللي بيكون من 7 ألوان، بيمتص جميع الألوان اللي هي بأطوال موجية معينة، ويعكس لون واحد اللي هو مش هيمتص، أو ممكن لونين ويديني لون مركب، ومن خلالها بنقدر نتعرف على المعادن. بنقسمها هنا لمعادن دي لون المعدن هو أكثر صفاته وضوحا لأنه صفة قليلة الأهمية. طب عارف ليه؟ عشان بيتغير غالبية المعادن باختلاف تركيبها الكيميائي في حدود المسموح بها والتي لا تغير من الترتيب الذري المميز للمعدن، أو ممكن يتغير اللون بسبب احتواءه على نسبة من الشوائب. فعندي الأول معادن ثابتة اللون مهما تغيرت نسبة الشوائب فيها لونها ثابت، زي الكبريت بيكون أصفر اللون، الملاكايت ده كربونات النحاس المائية أو البنذرة لونه بيكون أخضر. عندي بقى معادن متغيرة اللون زي معدن الكوارتز بنسميه المارو، بيتغير لونه حسب الشوائب الموجودة بيه. يعني إيه؟ يعني في شوائب بتغير اللون؟ أه طبعا، الكوارتز النقي اللي هو خالي من أي شوائب شفاف اللون يعرف باسم البلور الصخري، ده يشبه نواه البلور. كوارتز الأرجواني أو الوردي ده بنسميه الإمثاست، ده بسبب وجود أكاسيد المنجنيز والحديد بيه. في الكوارتز البنفسجي وبرضه بنسميه نواة الإمثاست، دوت بيحتوي على شوائب من أكاسيد الحديد بس. الكوارتز الأبيض ده لون الحليب بسبب وجود فقاعات غازية بيه. أما الكوارتز الرمادي أو بنقول عليه المدخن بسبب كسر الروابط بين بعض ذراته. عندي برضه معادن متغيرة الألوان زي السفالرايت. السفالرايت ده كبريتيد الزنك أو زنك سلفيت، لونه أصفر شفاف، قد يتحول إلى البني بزيادة عنصر الحديد، بيحل محل مين عنصر الحديد؟ الزنك. يبقى هنا هوت السفالرايت النقي منه بيكون لونه أصفر، يتحول للون البني إمتى؟ قال لي لما يدخل فيه نسبة من الحديد أو عناصر الحديد تحل محل الزنك. طيب، آدي هنا هوت الإمثيست بتاعي، خلاص؟ تعال بقى لما نشوف بقى مع بعض، تعال ما نشوف خاصية أخرى برضه من الخواص البصرية اسمها المخدش. ايه تعريف المخدش؟ هو
طولوا لنا سوق المعدن الذي نحصل عليه بحك المعدن فوق قطعة من خزف غير مصقول. يتميز بإيه هنا هوت؟ يتميز هنا هوت لون المخدش. لما أمسك حاجة واخدشها ورقة صنفرة بحاجة أصلا صلبة عنها تنزل هنا هوت بودرة، ده اللي بيديني اللون بتاع المسحوق بتاع المعدن. ده بنعتمد عليه زي ما احنا شايفين هنا هوت تغير لونه بتغير كمية الشوائب، فبالتالي بيديني اللون الحقيقي للمعدن المخدش اللي خارج منه. عندي من الأمثلة معدن الهيماتايت. هيماتايت ده لون رمادي غامق، لما بخدشه بيطلع لي مخدش لونه أحمر، البودرة اللي تطلع منه دي لونها إيه؟ أحمر. يبقى ده عرفت على طول إن هو الهيماتايت، فاكرينه طبعًا واخدينه وإحنا فيه مع بعض فين؟ في الحديد في الكدي. والبيرايت، والبيرايت ده الذي يتميز باللون الذهبي، لما بخدشه هو لونه ذهبي على شكله في القطعة اللي بتكون موجودة في الحقل الجيولوجي، لكن لما يتخدش بيديني لون أسود، ده اللون الحقيقي. في كمان الكوارتز ذو الألوان المتعددة، ده له مخدش واحد هو الأبيض. ندخل على الخاصية رقم 4 من الخواص البصرية، كل ده تبع الخواص البصرية. قال لي تغير لون المعدن مع حركة العين بحيث يشد انتباهه. توجد الخاصية دي في الأحجار الكريمة أو النصف كريمة، زي إيه؟ الماس. الماس ده يفرغ شعاع الضوء الساقط عليه نتيجة انكساره إلى لونين، أحمر وبنفسجي. حرك كده قطعة الماس كده قدام الشمس، قال لها بتديني لونين أحمر وبنفسجي. في معدن كمان اسمه الأوبال. الأوبال دي بتظهر فيه خاصية اسمها خاصية اللألأة أو عين الهر، حيث يتموج المعدن ذو النسيج الإليافي باختلاف اتجاه النظر إليه. يعني إيه عين الهر؟ يعني عين القط اللي هي بتلاقي أوقات القطة كده في مكان مظلم نزل على عينيها كده مجرد ضوء تبدأ تتحرك بتديني هنا لألأة، يظهر أكثر من لون. خاصية أخرى بصرية اسمها الشفافية. الشفافية قدرة المعدن على إنفاذ الضوء. في معادن شفافة يمكن الرؤية من خلالها، في معادن بتكون نصف شفافة، دي زي ما انت شايف بيكون الصورة غير واضحة. في معتمة زي قطعة من الحديد، ده هنا هو لا ينفذ الضوء من خلالها. حد كده هوت عرفنا هنا هو الخواص الايه؟ البصرية. هندخل بقى في الخواص التماسكية. الخواص التماسكية دي ايه تعريفها؟ هي خواص تعتمد على قوة ترابط وتماسك ذرات المعدن. يبقى هنا أول خاصية فيها اسمها خاصية الايه؟ الصلادة. تعالى ما نشوف الصلادة ايه تعريفها. هي درجة مقاومة المعدن للخدش أو البري. تمسك المعدن تخدشه في معدن تاني، واحد يتبري والتاني ما يتبريش. طب ليه؟ أكيد واحد أعلى صلادة. جاني عالم اسمه موهس، عالم ألماني برضو، وقدر يعين لي صلادة بعض المعادن اللي لازم نحفظ صلادته بتدريج من عنده من 1 إلى 10. 1 ده أقل صلادة، 10 دوت اللي بيكون أعلى صلادة، وسماه مقياس مول الصلادة. استخدم قيم عددية تتراوح درجاتها من 1 لـ10 تعبر عن صلادة المعادن. اوعى تنسى بقى اسماء المعادن وصلادتها. اول واحد التلت صلادته 1، الجبس صلادته 2، كالسايت 3، فلورايت 4، الاباتايت 5، ارثوكليز 6، كوارتز 7، توباز 8، كوراندوم 9، ماس 10. يبقى دي الـ10 معادن اللي انا عايزك تحفظهم لي عشان تقول له مين يخدش مين. طبعا التلك ما يخدش ولا واحد من اللي فوق، لكن الجبس يقدر يخدش التلك. نيجي نشوف الكالسايت يقدر يخدش الجبس والتلك، لكن ما يقدرش لا التلك ولا الجبس يخدش الكالسايت، لان الكالسايت اعلى صلاده. طيب لو جينا هنا اهوت قلنا لك الكوارتز يقدر يخدش كل اللي قبليه، لكن ولا واحد من اللي قبليه يقدر يخدشه. التوباز قال يقدر يخدش ان هو الكوارتز، وهكذا. بس خلي بالك فرق الصلادة اللي بين الأباتايت والأرثوكليز زي فرق الصلادة اللي بين الكوارتس والتوباس، الفرق قريب جدا من بعض، لكن الفرق بين الكوراندوم والماس كبير جدا. الماس ده أعلاهم صلادة، والفرق بتاع الصلادة بتاعته بيكون إيه؟ كبير جدا يا ولاد، اوعى تنسى الموضوع دوت. طيب تعالى بقى لما نشوف إزاي نعين صلادة المعادن، وإزاي نتعرف على المعدن الأعلى صلادة والأقل صلادة في الحقل الجيولوجي. لو سألني إزاي بقى نعين الصلادة؟ قال لي خلي بالك يلاحظ من مقياس موس للصلادة ما يلي: يتراوح مقياس موس للصلادة بين 1 لأقل المعادن صلادة وهو التلك، و10 لأشد المعادن صلادة وهو الماس. الفرق زي ما قلنا من شوية، الفرق بين درجات الصلادة المعادن من 1 لـ9 بيكون قريب من بعض، متساوي. فمثلا المعدن رقم 2 الجبس أصلد من المعدن رقم 1 اللي هو التلك بنفس درجة الزيادة صلادة المعدن 7 اللي هو الكوارتس عن المعدن 6 اللي هو الأرثوكليز. بس بص بقى
الفرق بين صلادة الناس والكوراندوم كبير جدا. عشان كده قدرنا نقول ان المعادن الثمينة لا تنخدش بسهولة. ليه؟ قال لان صلادتها بتزيد عن 7.5، لذلك يمكن استخدام خاصية الصلادة قليل التمييز بين الأحجار الكريمة الطبيعية غالية الثمن والأحجار الزينة المقلدة اللي بتكون مصنوعة من إيه؟ من مواد زجاجية أو من أكسيد الألمونيوم. دي على فكرة بتتميز بألوان زاهية، بس صلادة الأحجار المقلدة بتقل عن كام؟ عن 6. يبقى أنا أخدش حاجة من اللي هتكلم عليها دلوقتي، مبرد صلب مثلا لو اتخدش المعدن يبقى هنا هو الدوت من المقلدة، لو ما اتخدش يبقى صلادته أعلى من 7.5، يبقى أكيد المبرد الصلب ده يخدش المعادن اللي هي صلادتها تصل لكام؟ ل7. يبقى بالطريقة دي أقدر أميز بين المعادن الثمينة والمعادن المقلدة المصنوعة من مواد زجاجية وأكاسيد الألم. طيب تعال ما نشوف بقى الطريقة اللي بنعين بيها صلادة المعادن. عاملة زي طقم المفكات كده، بس مش مفكات طبعا، دي أقلام اسمها أقلام الصلادة مصنوعة من سبائك محددة الصلادة من 1 لحد 10. يبقى اول واحد ده يبقى مكتوب عليه رقم 1، يقدر يخدش مين؟ التلج، لكن ما يقدرش يخدش مين؟ الجبس. طيب في كمان ان هو قلم مكتوب عليه 2، يقدر يخدش الجبس، ما يقدرش يخدش مين؟ اللي بعديه، تلج جبس كالسايت، ما يقدرش يخدش الكالسايت. طيب وهكذا، يبقى احنا كده دي اسمها اقلام الصلاده. في طريقه شائعه، افرض مش معاه اقلام الصلاده الجيولوجي، في بعض الحاجات الشائعه اللي ممكن يستخدمها زي ايه؟ قال زي ظافر الانسان صلادته 2.5، عملة نحاسية 3.5، مصل السكين أو قطعة الزجاج 5.5 مو، لوح المخدش الخزفي ده 6.5، مبرد صلب ده 7. يبقى عن طريق هنا هو أقلام الصلادة والطرق الشائعة نقدر نميز بين صلادة المعادن ونفرق بينهم. في عندي خاصية برضو أخرى من الخواص التناسقية اسمها الانفصام أو التشقق. دي بقى بنقول عليها إيه؟ قابلية المعدن للتشقق على امتداد مستويات ضعيفة الترابط نسبيا. بينتج عنها سطوح ملساء عند كسر المعدن او الضغط عليه. امثلتها معدن المايك، لما اجي هنا هوت اعمل له عمليه تشقق نتيجه الضغط عليه بيديني انفصام صفائحي جيد، بتلاقيه هنا هوت بياخد اتجاه واحد بينكسر او يتشقق مكونا رقائق، الرقائق دي بتكون او صفائح رفيعه جدا. في معدن الجرافايت، الجرافيت او الجرافايت دوت اللي هو الكربون برضه، ده له انفصام ايه؟ قاعدي جيد. الهالايت، هالايت دوت على فكره مين؟ ده ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، ده بقى له انفصام ايه؟ مكعبي. الكالسايت عارفينه طبعا اللي هو كربونات الكالسيوم، بانفصام ايه؟ معين. الكوارتز لا تظهر فيه خاصيه الانفصام اللي هو ثاني اكسيد السيليكون. تعالى بقى لما نشوف بقى مع بعض هنا هو ايه، عندي خواص اخرى نقدر نتكلم عنها في الخواص. في عندي المكسر، هو الشكل الناتج من كسر المعدن في غير مستوى الانفصام. في مكسر محاري كما في الكوارتز، مكسر خشن غير منتظم السطح، مكسر مستوي. في المكسر المستند ده بينتج من شصايا او اسنان مدببه عامله زي سنه القلم الرصاص. في خواص اخرى برضو تماسكيه اللي السحب والطرق، ده خاصيه تعبر عن مدى سهوله امكانيه تشكيل المعدن بالسحب والطرق الى رقائق او اسلاك، مثل الذهب، الفضه لما ادق عليه يتشكل هو والفضه والنحاس، ودي معادن تعتبر قابله للكسر اذا تفتتت عند الطرق عليها. في خواص اخرى يا مستر، قال لي في الوزن النوعي والنسبة بين كتلة معدن الى كتلة نفس الحجم من الماء، حيث تتراوح المعادن الخفيفة وفي متوسطة الثقل والثقيلة، زي الجلينة بيصل وزنها النوعي عارف كام؟ 7.5، والذهب وزن النوعي كام؟ 19.3. كذلك في خواص اخرى زي المغناطيسية، انجذابها او تنافرها مع المغناطيس زي الماجنتايت والهيماتايت. في خواص اخرى خواص حرارية، قابلية المعدن للانصهار ودرجة انصهاره قد ايه. خواص اخرى بس دي مساعدات اخرى زي مذاق المعدن، ملحي زي الهالايت او مر، وملامسة المعدن ورائحته. كده احنا اتكلمنا هنا يا اولاد على الخواص التماسكية، واتكلمنا على الخواص البصرية، دي كلها من الخواص الفيزيائية للتعرف على المعادن. وللتأكد من هذه المعادن يجب اجرائها في المعامل للتأكد ان كانت كل الخواص البصرية دي والتماسكية تنطبق عليه، بنتأكد ونعرف المعدن ونتأكد من صحة الاختبارات اللي احنا عملناها في الحقل الجيولوجي. اتمنى لك التوفيق، ان شاء الله الحصة اللي جاية نتكلم مع بعض وندخل بقى على الصخور ونتعرف بقى على انواعها وتفاصيل اكثر واكثر. وفقكم الله.